سعداء داخل القيادة الجماعية لحزب أسارة والمعاصرة أن نشارك معكم اليوم في هذا اللقاء الهام واللي كيعكس مدى انسجام بين المكونات الأغلبية الحكومية والمستوى التواصل العالي بيننا لمعالجة مختلف القضايا الراهنة والتي تهم المواطنات والمواطنين وفي وفاء تام لروح ميثاق الأغلبية. إن بلادنا حققت عديد من المكتسبات لا سيما على المستوى الدبلوماسي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مما يجعلنا في وعي تام داخل الأغلبية الحكومية بالعمل وفق رؤية حكيمة لجلالة الملك في التصدي لمناورات الخصوم والتحرك في إطار الدبلوماسية الحزبية والموازية لتنزيل ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من توجيهات سامية. ونجتمع اليوم في سياق وطني دقيق يتميز بتقديم مشروع قانون المالية 2025 أمام الغرفة البرلمان، وهو مشروع واقعي والذي يتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين بإجراءات هامة على مستوى الضريبي وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل في القطاع العام. ذلك أن الحكومة واعيا منها بالإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من ولاية حكومية، علما أن النسبة البطالة تقلصت في جميع القطاعات باستثناء قطاع الفلاحة بالنظر لما يعانيه القطاع من تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية، وهذا للأسف سبب لعدم تفعيل سياسة الماء لولايتين. ونحن اليوم الحمد لله كحكومة شجاعة مع السيد الوزير نفعل سياسة الماء، داكشي اللي ما داش 10 سنين دار 3 سنين باش نعطيو نتائج حقيقية للماء وانتظارات المغاربة خاصة في المجال ديال الفلاحة. إن الحكومة اشتغلت طيلة 3 سنوات بشكل متواصل وبتنسيق دائم، حيث حققنا بفضل ذلك عدد من المكتسبات انطلاقا من ورش الحماية الاجتماعية وترسيخ تأهيل المنظومة الصحية وتنزيل إصلاحات قطاع التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني بشكل يتماشى مع انتظارات الشباب، دون نسيان الاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور بالنظر لما تعنيه الأسر المغربية من تحديات على المستوى القدرة الشرائية والتي تشكل تحدي بالنسبة لنا داخل الحكومة، لأن ورغم المجهود الحكومي عبر منظومة الدعم إلا أن الأسواق المغربية لا تزال تعيش غلاء في بعض المواد الأساسية كيف اللحوم، وهذا الموضوع ناقشناه في الأغلبية، مما يدفعنا إلى التفكير في تقييم الإجراءات التي قامت بها الحكومة والعمل على تطويرها حتى يصل أثرها بشكل كامل للمواطنات والمواطنين ونتمكن من تحسين قدرتهم الشرائية. هذه الحكومة حضرات السيدات والسادة اشتغلت كذلك على ورش مهم له أبعاد اجتماعية واقتصادية، ومكن العديد من الأسر المغربية خصوصا ذات الدخل المحدود من امتلاك السكن. فالبرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي حقق أهدافه لحدود ساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة. ودائما في المجال الاجتماعي فقد اشتغلت الحكومة بكل مسؤولية على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتدبير ما خلفه زلزال الحوز، وبنفس الإرادة كتشتغل حاليا على تفديد قرار تمديد المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وكذا تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات. وفي إطار ربط خلق مناصب الشغل بالاستثمار، فإن هذه الحكومة تمكنت من إخراج ميثاق الاستثمار وإصلاح الجهوي للمراكز الجهوية للاستثمار وتسريع مسار المصادقة على مشاريع الاستثمار الكبرى، مما يساهم في خلق ثروة وخصوصا خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، لا سيما وأن بلادنا مقبلة على أوراش كبرى في عدد من المجالات مثل الرقمنة والهيدروجين الأخضر. لذلك فإن الحكومة قامت برفع من قيمة الاستثمار العمومي بالنظر لهذه التحديات والعمل على خلق مناصب شغل. إنما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال 3 سنوات الماضية يشكل لنا حافزاً من أجل مواصلة العمل والاشتغال بوتيرة أسرع وبتنسيق دائم بين المكونات الأغلبية الحكومية والتواصل المنتظم مع المواطنات والمواطنين من أجل رفع باقي التحديات والبحث
عن حلول لعدد من الإشكاليات وفي المقدمة ذلك إشكالية الماء والبطالة الشباب كيفما ذكرهم قبل سيد رئيس الحكومة. وعندما نتحدث عن التواصل فإن التواصل يبقى مجال الذي يجب أن نشتغل عليه أكثر، ونقولها بكل شجاعة ومسؤولية وفي نقد ذاتي، وإحنا في حزب الاستقلال اليوم، إن هذه الحكومة اتخذت قرارات صعبة وجريئة وواجهت تحديات خارجية، وإذ كان أثر هذه القرارات لم يصل إلى المواطنات والمواطنين فإن المشكل في التواصل. لذا فنحن مطالبون زعماء أحزاب، أعضاء الحكومة، قيادات سياسية، برلمانيات وبرلمانيين من التواصل المباشر مع الرأي العام الوطني بخصوص القضايا الوطنية الراهنة، وخلق نقاش عمومي مع الإعلام الدولي بخصوص مصالح بلادنا العليا وما حققه بلدنا من منجزات. كما أن التواصل لا يجب أن يبقى منحصراً في الوسائل الإعلام التقليدية، لأن هناك جيل صاعد مهتم بالسياسة وبالفعل السياسي يقضي يومه في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، ونحن في حاجة للنقاش مع الشباب بخصوص أولوياته وإجابة على انتظاراته. تنتظرنا خلال ما تبقى من الولاية التشريعية عدد من التحديات، لا سيما إخراج عديد من القوانين الاستراتيجية في مجال السياسة الجنائية، سواء قانون المسطرة الجنائية أو القانون المسطرة المدنية، وقانون الجنائي بشكل يساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة وإرساء عدالة قوية. وتلك المرسخة للدولة الاجتماعية عبر استكمال تنزيل ما جاءت به النصوص القانونية المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية والنظام الدعم الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى نظام قانوني تنظيمي خاص يحدد شروط ممارسة الحق الإضراب، والذي ستتم مناقشته في جو من حوار بناء ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، وهو إصلاح مهم يضمن حق العمال. إصلاحات هامة تطلب منا كأغلبية حكومية الانخراط بقوة في هذه الأوراش التشريعية والتواصل المنتظم بخصوصها، حتى يوصل أثر ما تقوم به الحكومة والأغلبية لجميع المغاربة. كما يجب علينا أن نستحضر ونحن نمارس مهامنا السياسية والحكومية ضرورة ممارسة فعلنا السياسي بمنطق الحكامة والتخليق، تنزيلاً لما جاء في التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، مع الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة والشعبوية. إن الحكامة في العمل السياسي والحزبي والاشتغال بمسؤولية من شأنه أن يعزز الثقة بين الفاعل السياسي والمواطنات والمواطنين، ونحن قادرون على رفع هذا التحدي والعمل بمسؤولية من أجل القيام بمهامنا الدستورية والسياسية والمتمثلة في معالجة مختلف الملفات والتأطير وجلب نخب جديدة تتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، ونساهم من موقعنا كفاعلين سياسيين في شعل ذلك الحلم المغربي، فكرة ثابتة لدى جميع المواطنات والمواطنين لتحقيق أحلامهم ووصول إلى أهدافهم، وتشجيع الشباب خصوصاً على العمل بمنطق التدرج الاجتماعي بجدية ومسؤولية، والإيمان بالفكرة أن كل شيء ممكن، وأن يكون الطموح شيء طبيعي لدى جميع المواطنات والمواطنين لتحسين ظروف حياتهم، أسرهم والمجتمع ككل. شكراً لكم.